مساء الخير. كيفكم؟ وأنا كمان منيحة. ملابس شبه عارية ومساعدة مهينة للسوريين لن تصدقوا ما فعلته ميريام فارس. ومبسوطة كثير إني بيناتكم لأول مرة بكندا، خصوصا بأوتاوا. بملابس شبه عارية عند منطقة الصدر خصوصا وفتحة وصلت حد آخر منطقة البطن، أما الظهر فلا شيء يستره. طلبت الفنانة اللبنانية الاستعراضية والمثيرة للجدل ميريام فارس مساعدة السوريين ضحايا الزلزال، حيث تناقل رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لميريام في حفلها الذي أقيم في كندا، حيث أعلنت من خلاله أنها ستتبرع بكامل أجرها من حفلها إلى المنكوبين في سوريا. وبدأت فارس حديثها بتوجيه التحية والشكر لجمهورها ومحبيها قائلة: فرحة الليلة ما تنوصف، لأن فرحة الليلة فرحة عطاء. فرحة الليلة ما بتنوصف، لأنه فرحة الليلة فرحة عطاء. هيدي الحفلة قررت كمان إنه اتبرع فيها لكل الأشخاص من وراء الزلزال اللي صار بسوريا. الله يرحم خوستي وامهاتي. وتعرضت الفنانة للهجوم من قبل بعض المتابعين بسبب جرأة ملابسها الفاضحة في الحفل التي أظهرت صدرها وبطنها وكأنها ملابس استعراض وإغراء، حيث طالبها العديد من المعلقين بأن تحرص في هذه الحفلة على ارتداء ملابس محتشمة أكثر بألوان هادئة بسبب كارثة الزلزال، فلا يجوز ارتدائها ملابس أغواء صارخة بحجة عمل الخير. كما أن أسلوبها في التبرع للضحايا على المسرح أثار الكثير من الجدل بين المتابعين، بل واستفز بعضهم.